نتعهد بمواصلة المقاومة والثورة حتى إعادة الشرعية ودولة النظام والقانون. يعني ولن يثنينا أي شيء، لن يثنينا عن مواصلة المقاومة حتى إعادة الشرعية ووجود دولة النظام والقانون. ناشد قوات التحالف بالاهتمام بمعالجة الجرحى، الاهتمام بهم وبأسرهم، لأن البعض منهم أصبح معاق لا يستطيع إعالة أسرته. أما رسالتي للتحالف هو مد يد العون في مختلف الجبهات لكي تتم الانتصارات في جميع المحافظات، والنظر إلى الجرحى والمصابين وفتح الطرق لهم كي توصل إليهم المساعدات. نتعهد بالوفاء لدماء الشهداء. أنا الجريح عبد الله قاسم قريش، أحد جرحى المدافعين عن مدينة الضالع الجهة الغربية. جرحت وأنا أدافع عن هذه المدينة. للأسف الشديد لم نتلقى إلى حد الآن أي دعم رسمي، فيما البعض من الجرحى أخذوا إلى العلاج في الخارج. نحن لم نتلقى العلاج حتى في الداخل أو في المستشفيات الحكومية الرسمية. رسالتي للتحالف أن ينظروا إلى الجرحى يعني بعين الاعتبار أنهم دافعوا وناضلوا من أجل الوطن ومن أجل استعادتهم. رسالتي إلى الحكومة الشرعية أن تنظر إلى الجرحى بعين الاعتبار كونهم ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن هذا الوطن ومن أجل استعادة شرعيتهم. الجرحى هنا يعانوا من نقص الأدوية ومن نقص يعني الاهتمام، عدم الاهتمام كثير، وأيضا المستشفيات أصبحت خالية يعني من الأدوية. هناك أكثر من جريح لم يتلقوا أي مساعدات سواء من أي منظمة خارجية أو حكومية، فذلك يعني معاناتهم صعبة. وأوجه رسالتي إلى التحالف بأن يوفروا الإمكانيات للمحتاجين للجرحى ولأسر الشهداء، وأن يوفروا السفر إلى الخارج لبعض الجرحى الذين لم يستطيعوا تلقى علاجهم في اليمن، وطبعا يزوا بعض المساعدات. أصبحت مستشفيات فارغة من الأدوية من الاهتمامات. يعني لا طبعا لن هذا الجرح لن يثنينا عن مواصلة النضال، وسنظل نواصل النضال إلى دحر هذه الميليشيات عن أرضنا اليمنية وتحريرها بالكامل إن شاء الله.